فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ويمكن أن يكون أيضا المتشبه في درجة من التبعية والانصهار والانحطاط، هذا من ثمرات التشبه، أن الإنسان إذا تشبه بطائفة من الناس أو بأشخاص من الناس فإن شخصيته تذوب في شخصية المتشبه به، تذوب في شخصية المتشبه به. والمسلم يجب أن يكون عنده استقلال بشخصيته وعزة بدينه، ولا يخضع للمخالفين في الدين ويتشبه بهم. نعم.